عايز اتكلم على ان لما الحكومه حكومه المحاكاه اتكلمت، وحتى لما احنا كدوله اتكلمنا على ان احنا كنا بنعمل اجراءات في ظل ظروف طبيعيه، وده امر احنا محتاجين نتوقف قدام منه. لا طبعا، احنا كنا بنعمل اجراءات او في تصور لاجراءات لحل قوي جدا وجريء جدا في ظل دولة، احول عشان ما يعني لا اسيء لاحد، تعرضت لاثنين ثورة في خلال 3 سنوات تقريبا. طب يا ترى واحنا بنعمل ده، هو نقطة الانطلاق بتاعتنا كدولة؟ انا كلمت في الموضوعات دي بشكل او باخر خلال يعني المؤتمرات اللي فاتت، لكن عايز افكر نفسي وافكركم، هو احنا بدأنا الحل في ظل ظروف طبيعية مرت على مصر، ولا احنا كنا بنعملها في ظل ظروف صعبة جدا من التحديات، كانت سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا أبنية ولا حتى ثقافية ولا حتى دينية؟ الفهم اللي يعني احد التوصيات بيقول ان وزارة الاوقاف مع الازهر يقوموا مع البرلمان بسن تشريعات عشان نقنع الناس بموضوع النمو السكاني او يعني معدل المواليد. لا، احنا بدأنا الموضوع في مصر، وعشان كده احنا قاعدين النهارده وبنقول بعد 5 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعب مصر وتضحياته احنا في موقف ووضع تاني خالص. وده كلام مش بقوله عشان انا في موقعي ده، لا لا، انا يمكن لو اتكلمت على البنية الاساسية تناول الحكومة للبيانات، انا بتكلم على حكومة المحاكاة. انت بتتكلم على كم كيلو طرق؟ انت بتتكلم على 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 7 ولا 8؟ لا، البيانات دي ارجو ان احنا كحكومة حقيقية مرة تانية، المعني بالطرق في مصر على سبيل المثال هي الاسكان والنقل والقوات المسلحة. فاحنا بنتكلم خطتنا 8000 كيلو. 8000 كيلو مش طريق حارة واحدة. 8000 كيلو طرق نقدر نقول متوسطتها من 3 ل6 حارة في كل اتجاه. في كل اتجاه يعني قد ايه؟ يعني احنا بنتكلم لو قلنا المتوسط 5 حارة على سبيل المثال، انت بتتكلم في 40000 كيلو بكام؟ عشان فقط نعمل اجراءات لتحسين وتطوير بنية الطرق في مصر انت بتتكلم في اكتر من 160 مليار جنيه. بتكلموا عن الكهرباء. الكهرباء اللي احنا بنتكلم عليها ديت، انت كنت فاضع ما عندكش، ودلوقتي انت بتقول عندي احتياطي زيادة. الدكتور شاكر يصلح لي اذا كنت انا بقول البيان غلط، فوق ال 20% بعد يعني التحميل الاقصى لينا، 20% فوق يعني ممكن يروح لدول الجوار في ربط كهربائي معاهم، مع السودان، مع ليبيا، مع السعوديه، مع الاردن، مع قبرص. فانا اللي انا عايز اقوله هنا، ما تنسوش احنا كنا فين؟ احنا كنا في وضع تاني خالص. احنا كنا دولة على وشك الانهيار ووشك الضياع، والشعب كان فاقد الامل والثقة في مستقبل افضل، وكان لابد من اعادة بناء الانطباع لدى المصريين والثقة في انفسهم في ان هم قادرين على يعني تحقيق غد افضل. فالخطة اللي اتعملت عشان بس لا، بالمناسبة وانا مش بقول كده، كل الزملاء اثناء في نوفمبر 16 كانوا واحنا قاعدين بناخد القرار كانوا متحسبين جدا من رد الفعل، وهم موجودين معانا دلوقتي.
والكل في التصويت كان خايف. خايف؟ انت بتقول خايف؟ اه خايفين. هي مش بلدنا ولا ايه؟ ونخاف عليها ولا ايه؟ لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتتدمر، مش كده؟ فكان كله متحسن، لكن وانا هنا مش بزكي نفسي في النقطة دي، انا قلت لهم لا، وهقول اللي قلته ساعتها. قلت الحكومة تجهز لو الشعب رفض تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة واسلم الدولة لحد تاني، يعني نبني بلد مظبوط ونحل مشاكلنا مظبوط، نسيبها ونمشي.